لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبسا 2023 مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أهلا بك أحمد، يوم أخير للمعرض، ضعنا في تفاصيله. بالفعل تختتم مساء اليوم فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. هذا المعرض والمؤتمر الذي أقيم على مدار 3 أيام شهد مشاركة دولية كبيرة وحضور دولي كبير أيضا من الشركات المحلية والعربية والدولية. نتحدث عن نسخة سادسة شهدت العديد من الجلسات والحلقات النقاشية، 65 حلقة نقاشية، 2000 مفوض، 260 متحدث. اليوم الأخير كان هناك الكثير من الفعاليات والجلسات التي تحدثت عن تخفيض أو خفض الانبعاثات الكربونية، ومن بين هذه الجلسات التي شهدها اليوم الثالث والأخير لهذه الفعاليات منها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة، بالإضافة إلى جلسة أخرى عن الاستفادة من فرص الاستثمار في شمال إفريقيا والشرق المتوسط. وكانت هناك أيضا جلسات من بينها حل مشكلة إمدادات الغاز في أوروبا. وبالتالي نتحدث عن مؤتمر ومعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع أزمة الطاقة التي تشهدها قارة أوروبا. اليوم أيضا شهد العديد من توقيع مذكرات التفاهم والشراكات ما بين الشركات المصرية والعربية، وكذلك بالتعاون مع الشركات الدولية كان هناك توقيع بروتوكولات، توقيع مذكرات تفاهم، اتفاقيات بين هذه الشركات في إطار التعاون لتعزيز التبادل بين الخبرات، وأيضا في مجال الشركات للخدمات البترولية. كذلك وزير البترول المهندس طارق الملا أعلن أن الدورة القادمة، الدورة السابعة من هذه الفعاليات ومن هذا المؤتمر، سوف يتحول اسمها من مؤتمر مصر الدولي للبترول إلى معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة. وبالتالي هنا نتحدث عن الطاقة بمفهومها الأشمل والأعم فيما يخص أيضا الطاقة المتجددة، وكانت هذه المسألة على بساط البحث في المناقشات والجلسات التي شهدها المعرض والمؤتمر على مدار أيامه الثلاث. بالإضافة إلى أن هناك شركات عالمية، 6 شركات عالمية أعلنت عن أو عربت أيضا عن اعتزامها بمزيد من الاستثمارات في السوق المصري في مجال البترول والغاز الطبيعي في مصر. وبالتالي نتحدث عن دورة سادسة متميزة للغاية تختتم فعاليتها اليوم في تمام السابعة مساء. أحمد الحسيني أشكرك شكرا جزيلا على التفاصيل.